اسمح لي في البداية في هذا الصباح أنه نبارك لأنفسنا وقبل ذلك نبارك لوطننا بسلة الخريجين من أبنائنا الناجحين بالثانوية العامة. هؤلاء جيل المستقبل اللي بنعول عليهم الكثير، يعني يعول عليهم الوطن الكثير الكثير، ونحن في مراكز الإصلاح والتأهيل جزء من هذا الوطن، لسنا غائبين عن ما يجري. فقد تضمنت استراتيجيتنا في الإصلاح والتأهيل والرعاية اللاحقة فتح مدارس في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل واستقبال النزلاء الراغبين بالانتساب لها، ومن الأمور الحقيقة ممتازة إنه الأعداد المنتسبين لهذه المدارس في تزايد باستمرار. السنة هاي تقدم حقيقة 74 طالب في الثانوية العامة، نجح منهم 23 طالب حسب معدلات بين 73 لغاية 87.9%. احنا بنطلع عليها كمؤشر يعني ممتاز على عملية التطوير، تفعيل البرامج التربوية والتحسين المستمر في جودة التعليم، لأنه المخرج النهائي عندنا احنا هو الإنسان وليس أي منتج آخر.